جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا إن بيتي في داخل حديقة المسجد، فهل يجوز لي أن أصلي متابعة للإمام في التراويح في رمضان؟ لأنه لا يوجد مصلى للنساء، وكذلك في صلاة الجمعة هل يجوز لي متابعتهم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا تجوز الصلاة في بيت منعزل عن المسجد ولو كان في حديقة المسجد أو قريبا منه، لأنه منعزل عن المسجد، ولأنك لا ترين الإمام ولا المأمومين، وإنما تسمعين الصوت فقط، هذا لا يكفي. نعم.